مرحبا بكم أعزائي في هذا الفيديو الجديد الذي سنتطرق فيه إلى الجزء الثاني من المشروع التعليمي بناء روبوت متحرك يتبع الخط. ففي هذا الفيديو سنتعلم كيفية استعمال مستشعر الألوان TCS 347-25 لاستشعار لون سطح وبرمجة الروبوت المتحرك ليتبع خط أبيض على أرضية داكنة. ففي الفيديو السابق قمنا بتصميم الروبوت طباعته وتجميعه وبرمجته ليتبع الخط باستعمال المستشعر KY033، والنتيجة هي أن الروبوت يتبع الخط لكن الحركة ليست سلسة بل فيها تذبذبات دائمة، وهذا ما نريد تفاديه بالمقاربة الجديدة، وذلك باستعمال مستشعر الألوان الذي يعطي قيمة متواصلة، وكذلك استعمال PID controller لمقارنة المخرج بالمدخل أي القيمة المرادة وتصحيح الخطأ الناتج. في جزء المشروع السابق قمنا بتركيب مستشعران KY033 حيث يتحسس كل واحد منهما أحد حافات الخط، وهذا المستشعر يعطي قيمة 0 أو 1 في مخرجه، وهذا ما يفسر تذبذب الحركة. أما في هذا المشروع سنستعمل هذا، بينما في هذا الجزء سنستعمل مستشعر ألوان واحد TCS 347-25 الذي يركب مباشرة ليتحسس الحافة اليسارية للخط، وهذا المستشعر يعطي قيم متواصلة، فمثلا حين تواجدي على الخط الأبيض يعطي قيمة 8 وهذا ما يهمنا، هذه القيمة كلير أو كثافة الضوء، ويعطي أيضا قيمة الألوان الأحمر والأخضر والأزرق، وهذا يمكن استعماله في حالات أخرى. سأشرح الآن طريقة عمل هذا المستشعر. فهو عبارة عن مستشعر ألوان يقيس شدة الضوء بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق والشفاف، ويستخدم هذا الحساس مرشحا مدمجا لتقسيم الضوء الساقط إلى مكوناته اللونية، وبذلك يقيس انعكاس الضوء من السطح، مما يجعل من الممكن اكتشاف اختلاف الألوان أو السطوع. فطريقة العمل هي كالتالي: يبعث المستشعر الضوء ويقيس قيمة RGB المنعكسة بالإضافة إلى الكثافة الكلية كلير، وهذا ما يهمنا في هذا المشروع. ففي حالة أرضية داكنة تكون قيمة كثافة الضوء المنعكس صغيرة، بينما في حالة تواجد أرضية ليست بداكنة أي أرضية واضحة مثل الشريط الأبيض تكون قيمة كثافة الضوء المنعكس أكبر. ولاستعمال المعلومات التي وفرها المستشعر سنستعمل لوحة تحكم لمعالجة هذه البيانات. الآن سأقوم بعمل هذه التجربة بحيث سأصل هذا المستشعر بلوحة الأردوينو كما هو مبين هنا، ثم سأقوم بتحميل هذا الكود لقراءة بيانات المستشعر. ففي البداية أضفت المكتبات الضرورية للتواصل مع المستشعر، ثم هنا قمت بتهيئة هذا المستشعر، ثم بعد ذلك فعلت التواصل التسلسلي، ثم بدأت أقرأ قيمة المستشعر التي وفرها وقمت بطباعتها في السيريال مونيتور، والنتيجة هي كالتالي كما ترون. ففي حالة تواجد خلفية واضحة تكون القيمة أكبر تساوي تقريبا 8 في هذه الحالة، ثم إذا كانت الأرضية داكنة تكون القيمة صغيرة كما ترون 2 تقريبا. فبعدما شرحت طريقة عمل هذا المستشعر سأشرح الآن طريقة استعماله لتتبع هذا الخط. فالهدف هو أن يظل الروبوت على الخط ويظل المستشعر على الحافة اليسارية لهذا الخط، وهذا معناه أنه في حالة تواجد المستشعر في المكان الداكن فيتوجب على الروبوت أن يدور لليمين حتى يعود إلى الحافة، ثم نفس الشيء في حالة تواجد المستشعر بشكل كامل على المكان الأبيض فيجب على الروبوت أن يدور إلى اليسار ليعود المستشعر إلى الحافة مرة أخرى. فماذا يعني هذا بالنسبة للحافة؟ حيث يتم تغير السطح من الأسود إلى الأبيض، فإذا كان في المكان الداكن قيمة تساوي 2 والمكان الفاتح قيمة تساوي 8، فمعناه أن الحافة تكون بها قيمة متوسطة بين الاثنين، بحيث سنجمع الاثنين مع 8 وقسمتهما على 2 وهذا يعطي 5. إذا لاتباع الحافة يجب على المستشعر قياس قيمة تساوي 5 بشكل دائم. الآن سنقوم بحساب الخطأ أي الخطأ الذي يقيسه المستشعر في مكان ما مقارنة بالقيمة المتوسطة التي نريد الحصول عليها بشكل مستمر. فإذا كان الروبوت أو المستشعر في المكان الداكن فمعناه أن الخطأ يساوي 3 أي خطأ موجب،
أما إذا كان الروبوت في المنطقة الفاتحة فالخطأ يساوي ناقص 3، فكل مرة نقوم بطرح القيمة المقاسة من القيمة المتوسطة أو القيمة المرغوبة التي نريد دوما الحصول عليها لضمان اتباع للخط. إذن كيف سنستعمل هذه القيم، قيمة الخطأ في المكان الداكن وقيمة الخطأ في المكان الفاتح وكذلك القيمة المتوسطة لاتباع جيد للخط؟ ولعمل هذا سنستعمل دائرة التحكم في التغذية الرجعية، بحيث سنستعمل الـ PID Controller. فلدينا هنا القيمة المرغوبة W، القيمة التي نرغب في الحصول عليها دوما، ثم لدينا القيمة الحالية التي نقوم بقياسها X، وطرح القيمة المرغوبة والقيمة المقاسة هو الـ Error أي الخطأ. فمثلا في حالة قياس 2 أي تواجد الروبوت على المكان الداكن فالخطأ يساوي 3، وهذا الخطأ نعطيه إلى الكنترولر الذي يعتمد على هذه المعادلة. ثم مخرج هذا الكنترولر يعطى مرة أخرى للمحركات البلانت، والروبوت يتعامل مع بيئة واقعية فهناك الكثير من المؤثرات الخارجية، مثلا احتكاكات الجير الخاص بالمحركات أو الأرضية الغير منتظمة، وهذا ما نشير إليه بزي. أما معادلة الـ PID Controller فتتكون أساسا من 3 أجزاء، فلدينا جزء الـ P Controller ثم جزء الـ I Controller ثم جزء الـ D Controller. فبالنسبة للـ P Controller لدينا هذا المعامل، معامل التضخيم Key P الذي نقوم بضربه في الخطأ مباشرة. أما فيما يخص الـ I Controller نقوم بعمل تكامل للخطأ خلال الزمن ونقوم بضربه في المعامل Key I. أما بالنسبة للـ D Controller فنقوم بضرب المعامل Key D في اشتقاق الخطأ خلال الزمن أو تغير الخطأ خلال الزمن، فنقوم بتغيير سرعة المحركين على حسب هذا الواي أو مخرج الكنترولر. فبالنسبة لسرعة المحرك اليساري نقوم بإضافة الواي، وسرعة المحرك اليميني نقوم بطرح الواي. في الجزء السابق تطرقت لكيفية التحكم في حركة الروبوت أي تدوير الروبوت، وذلك بالتحكم في سرعة المحركين. يمكنك الرجوع للفيديو للتعرف أكثر على ذلك. فمن خلال تغيير سرعة المحركات يتم تغيير منحى الروبوت. فعلى سبيل المثال نأخذ الكي بي يساوي 10 بينما المعاملات الأخرى تساوي 0. ففي المكان الداكن لدينا الخطأ يساوي 3، فنقوم بضرب الكي بي في الخطأ فهذا يعطينا قيمة تساوي 30، بينما في حالة تواجد المستشعر في المكان الفاتح فلدينا قيمة الخطأ تساوي ناقص 3، ومخرج المتحكم سيعطي قيمة تساوي ناقص 30. وعندما نطبق هذا على سرعة المحركين فلدينا سرعة المحرك ستصير السرعة الاعتيادية التي نقوم بتعريفها كسرعة عادية، مثلا في هذه الحالة عرفتها 70. سنقوم بإضافة هذا الواي إلى السرعة فستصير 100، بينما سرعة المحرك اليميني سنطرح منها هذه القيمة فستصير 40، يعني لدينا سرعة المحرك اليساري أكبر من سرعة المحرك اليميني، وهذا معناه دوران الروبوت لليمين. أما في حالة تواجد المستشعر في المكان الفاتح فحينها سنضيف ناقص 30 لكل من سرعة اليمين واليسار، فلدينا 70 زائد ناقص 30 ستصير 40، و70 ناقص ناقص 30 ستصير 100، وهذا معناه دوران الروبوت لليسار. وهكذا سيكون تحكم في سرعة المحركين على حسب الخطأ الذي يقيسه المستشعر. أما على مستوى الكود فلدينا هذا التسلسل، في البداية يقوم الروبوت بعمل كاليبريشن حيث يدور لليسار ثم يقوم بقياس قيمة المكان الداكن، ثم يدور لليمين ويقوم بقياس قيمة المكان الفاتح، ثم يحسب من هذين القيمتين القيمة المتوسطة التي تعني قيمة القياس على مستوى الحافة، ثم يظل يقرأ قيمة المستشعر وبالموازاة يقوم بحساب الخطأ ويقوم بتصحيح هذا الخطأ باستعمال الـ PID Controller، وهكذا يعيد هذه الحلقة. بعد الانتهاء من الشرح النظري للمشروع سأقوم الآن بتركيب المستشعر على الروبوت، بحيث سأقوم بتثبيته ميكانيكيا على الروبوت كما سأوصله كهربائيا بلوحة الأردوينو كما هو مبين في المخطط الكهربائي التالي.
أما فيما يخص كود الأردوينو فهو كالتالي، ففي البداية قمت بإضافة المكتبات الضرورية، فمكتبة wire.h، مكتبة تستخدم للتواصل عبر بروتوكول SQRC، ثم المكتبة af-motor.h هي مكتبة للتحكم بالمحركات عبر لوحة أردوينو موتور شيلد. أما مكتبة أدافرويد tcs34725.h فهي مكتبة للتحكم بمستشعر الألوان. بعد ذلك قمت بتهيئة المستشعر، وذلك بإعداد وقت التكامل 2.4 ملي ثانية وزيادة الكسب بمقدار 4، ثم قمت بتعريف منافذ التحكم بالمحركات دير A ودير B لتحديد اتجاه المحرك، و PWM A و PWM B لتحديد سرعة المحركات. كما قمت بتعريف الـ PID Controller Parameters وأعطيتها هذه القيم، فظليت أغير القيم إلى أن وجدت تتبع مناسب للخط، فذلك يختلف على حسب الروبوت وعلى حسب البيئة الموجود فيها. كما عرفت هذه السرعة أي السرعة الأساسية للمحركات التي تتحرك بها المحركات، ثم قمت بتعريف القيمة المتوسطة التي يتم ضبطها بين السطح الأسود والأبيض، ثم عرفت هذه المتغيرات Error, Previous Error و Sum Error لحساب خطأ المستشعر. أما في دالة السيتاب أو إعداد البرنامج فقمت بتفعيل الاتصال التسلسلي لعرض القيم على الكمبيوتر، ثم قمت بالتحقق من وجود المستشعر TCS، ثم قمت باستدعاء هذه الوظيفة Calibrate Sensor لمعايرة المستشعر وقياس القيم الخاصة بالأسطح السوداء والبيضاء. ثم لدينا الوظيفة الرئيسية Loop، بحيث نقوم بقراءة القيم من مستشعر الألوان، ثم نقوم بحساب الخطأ بحيث نطرح القيمة المقروءة من القيمة المتوسطة التي قمنا بحسابها من خلال المعايرة، ثم نقوم بجمع الأخطاء للتكامل. بعد ذلك نقوم بحساب معدل التغير في الخطأ differential. بعد ذلك نقوم بحساب التصحيح بناء على معادلة الـ PID controller، حيث نستعمل المعاملات ونقوم بضربها في كل من الخطأ مجموع الأخطاء أي التكامل ثم معدل تغير الخطأ، ونستعمل هذا التصحيح لتعديل سرعة المحركات. ثم لدي دالة المعايرة فأقوم بتدوير الروبوت إلى المكان الداكن، ثم أقوم بالقياس الخاص به. بعد ذلك أقوم بتدوير الروبوت إلى المكان الفاتح وأقوم بالقياس الخاص به، ثم أقوم بجمع القيمتين وأقسمهما على 2 لأحصل على القيمة المتوسطة. أما هذه الدالة فهي خاصة بتحريك المحركات، فهي تتحكم في اتجاه وسرعة المحركات، كما تقوم بتحديد سرعة المحرك باستخدام إشارة PWM. وبعد الانتهاء من شرح الكود قمت بتحميله على لوحة الأردوينو، ثم قمت بعمل اختبار بحيث وضعت الروبوت على حافة الخط الأبيض، كما قمت بتغيير معاملات الـ PID controller إلى أن وجدت المعاملات المناسبة، وكما ترون فالنتيجة هي كالتالي. وهكذا نصل إلى نهاية الفيديو اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم منه.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتبقوا على تواصل دائم مع كل جديد، وشاركونا أفكاركم واستفساراتكم في التعليقات، وحتى لقاء قادم دمتم بإبداع واستكشاف.